فرائد الفوائد مختارات من كلام العلماء. التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد. فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. ابن قيم الجوزية. فرائد الفوائد فارس ساحة يصوغونه عقدا. فريد الفوائد.